السلام عليكم. السلام عليكم. كيف دخل لاباس؟ الحمد لله. فطرتوا ملاح؟ الحمد لله. فطرتوا ملاح؟ هذا السؤال ما فهمتاش. بصح المهم فطرتوا ملاح؟ الحمد لله. جيسبر تكونوا فطرتوا غاية، جيسبر راكم كاع غاية، جيسبر راكم مجمعين انتوما والعائلة تفرجوا فينا. عيط لهم، عيط لهم كاع يتفرجوا، ما تفرجش وحدك، ما كونكش بخيل. خليهم يدوا المعلومات ويضحكوا شوية. خوتي المعلومات تاع اليوم ماكمش واجدين. هذا ما كان. هذا ما غادي نقول لك. دونك مرحبا بكم. شو ماهيش فاهم عفسة. وقول لي. راك تهضر على اللوغو؟ على اللوغو كاين بزاف ناس سقساونا وكاع، أنا تبان لي حتى في الحلقة تاع الحيوانات نفهموهم. راكم بغيت تشرو تريكوات هاك؟ لا هادو ماشي اللي نبيع خوتي، سمحوا لنا، هادو لينا احنا تاعنا. ما تحصيش. إلا عجبوكم نديروا كوميرس بكم نحلوا حالو. شو هادو درنا غير باش نديروا بهم سيري. هذا ما كان. دونك فوالا خوتي، ومن بعد كيما قال لكم في الحلقة تاع الحيوانات نفهموكم هذا الشيء. ماشي غير الزهر، احنا ماشي عجبنا حطينا، كل شيء عنده معنى. وندخلوا ونبدوا بسم الله على بركة الله في الحلقة الزوجة تاعنا اللي راح تكون على الأكل الماكلة. السوجي المفضل، شو كاين زوج سوجيات مفضلين عند الجزائر؟ الماكله وعندك الدراهم. هذا هما الصح. طيب درنا الدراهم، درنا الدراهم، اليوم الماكله. نبدو ديريكت زعما بلا ما نطولوا عليكم في الحلقه تاع اليوم. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نبدو بخفيف ضريب. خفيف ضريب. انت غادي تبدا بها؟ انا نبدا بسم الله. تفضل. الا تعرف باللي في القرن 19 كي يقولوا 19 تسمى 1800 دائما تزيد واحد حتى ل 1900. واه من 1800 حتى ل 1900 الكاتشوب كان دواء ينتباع في لي فارماسي، وديجا اللي صنعه هو طبيب سموه جيمس ميز وصنعه في عام 1812. بارك الله فيك. نعطيك خفيف ظريف تاعي انا الاولى ان شاء الله بربي. نروحوا لطاليان. في ايطاليا كي تدخل للريستورون تبغي تاكل حرز تقول له زيد لي فارماسي، تنتعد كانك عاير الشيف. عيب ما تقولهاش شغل، تسمى اهانه. عارف هذاك هو الفرماج اللي لازم يندار في هذاك الطبق. بارك الله فيك. المعلومه تاعي الزوجه تخفيف ظريف هي معلومه اللي ديجا احنا قلناها في فيديو تاعنا، ولكن كثرت لي شباب بزاف بغيت نقولها، وعلى بالي باللي كاين بزاف ناس ما سمعوهاش ولا ما شافوش الفيديو تاعنا هذيك القديمه باسكو عندها بزاف. الا تعرفوا باللي حبه سباغيتي ما يقولهاش سباغيتي، يقولها حبه سباغيتو، باسكو سباغيتي في الجمع وفي المفرد حبه سباغيتو. ونفس الشيء مع رافيولي، يقولوا بزاف رافيولي حبه رافيولو. ونفس الشيء مع سيناريو، سيناريو راه في الواحد كيما سباغيتي سيناريو، وفي الجمع يقولوا سيناري. هذه هي المعلومه تاعي. بارك الله فيك. خفيف ظريف. نعطيك عبس واحد اخرى، راني ندور لك في البلدان، راني نجيب لك صوالح اللي مازال ما شفناهم. راني غادي نديك لامريكا الجنوبيه، غادي نديك كامل هي كاع. نروحوا لجامايكا ديريكت. خلقت انا كاع البلاصه كاع مدره. في جامايكا الطفل اللي مازال ما نطقش ومازال ما هدرش ممنوع توكله الدجاج، باسكو هما يامنوا بهذه العقيده تاع باللي لو كان غريان ياكل دجاج جامي ما غادي ينطق في حياته. الا تعرف باللي الكويت، صح قلنا باللي العمله تاعهم الدينار الكويتي هو كاع المجهد. الا تعرف ثاني باللي الكويت هي البلاد اللي ياكلوا بزاف اللحم كاع قطريه في لوموند في العام. في العام الواحد ياكل 120 كيلو تاع اللحم. هما الواله مع الامريكان، والتواله هما الهند والبنغلاديش. باين الهند، باين زعما الهند ما نقولوا احنا هندي، مهم باللي ما ياكلش اللحم بزاف. الهندي يعبد اللحم. زعما كي تجي شادي يعبدهم. كي تجي فايت في الطريق تاعهم تاع فود ستريت هذيك تاعهم، القطريه كاع جايين معجنين، عجن ولصق وحط له. توجور مع البلدان ومع ليكولتور ومع العقائد تاعهم في الماكله. هذه معلومه شابه بزاف. ومكاو اخي العزيز ولا اختي العزيزه، راك باغي تسافر لاذربيجان، كي تريح تاكل مع واحد ولا راك مريح مع واحد ولا حرز طيح الملح في الطابله. حرز 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 تاع بصح زعما. علاه؟ باسكو لو كان دفك شويه ملح في الطابله غادي تنتعد كشغل اللي راك مريح معاه. قلت لها يندابزو ينوض يضربك ديريكت ما يحوش يفهم. تقول هذيك طيحت لها بقيمتها زعما، طيح لها الملح كشغل. قلت لها شغل تام كان والو زعما. دونك فوالا اخوتي كملنا المرحله تاع خفيف ظريف، كنا خفاف عليكم على بالي، وعلى بالي بلي تعلمتوا بزاف صوالح معنا، ولكن ماشي هذا هو الصح، كان غير ايشوفمون. ودروك ندخلوا المرحله تاع نسقسيك، انا غادي نسقسيه هو يسقسيني. سقسيني سقسيني ما تكثرش هضره، سقسيني. غادي نعطيك واحد السؤال بسيط بزاف. تفضل. حنا من ناكلوا الفيتامينات. واه الفيتامين سي، غادي نسقسيك عليه واحد السؤال وقول لي واه يلا هذا ما كان. الفيتامين سي يحرم النعاس. واه خطأ خوتي. اللي تعرفوا بلي الفيتامين سي ما يحرمش النعاس. علاه؟ باسكو شغل كي تقول واحد حرم عليه النعاس، علاه؟ معناتها كون عنده لينيرجي. باسكو كي تكون عندك لينيرجي يحرم عليك النعاس. والفيتامين سي فيه صفر كيلو جول تاع انرجي، ولكن مليح بزاف للمناعه. على بيها واحد كيكون مريض يقول له كل فيتامين سي، ولكن الكافيين والقهوه تحرم النعاس باسكو فيها الطاقه. دونك فوالا خوتي، هذه معلومه خاطئه بغيت نكوريجيها. يقول لك لا ما تاكلش شينا في الليل، ما ترقدش كاش منها. على بيها انا قلت لك يحرم باسكو بكري يقولوا لي ما تكثرش شينا خاطر غادي يحرم عليك النعاس. بارك الله فيك. غادي ناكل شينا صحيح. تشينا خوت لا بصح حبس، تشينا فيها طاقة، الفيتامين سي ما فيهاش طاقة. شو ولا تشينا فيها طاقة كيما حبة بيض كيما شوية خبز غير كيف نورمال. كيف نورمال. السؤال تاعي الأول سميلو، الثاني كيما تاعك سبحان الله. غادي تقول لي واه ولا لا؟ واه لا واه ماشي زعما واه. واه دبر راسك. لا اسكو لا لا قلت درو ثاني قلت لا. واه فهمت لي بلاك تاعك. واه فهمني صحيح. اسكو كاين همبرجر معلب
يتباع معلب معلب وهذيك الحديده هذيك كيما تاع الطوماطيس هذه هو امبورغر داخل جو بونس كو وي تو بونس كو وي اسكو وا ولا لا وا كاين كاين باسكو لو كان ما كاش كون ما جاكش هذا السؤال في راسك لا قادر ندير هذيك حياتها معاك باسكو راهم جايين لي بياج صح ما عندهاش معنى هذه على بها كي سقسيتك قاعد تخمم ديجا ماكش شايفه على بالي ماني شايفه كاين واحد الشركه المانيا اللي دارته وسموه مال زايتن مال زايتن اسمها تاع الالمان نقول لك حاجه ولكن العفسه اللي شايعه على هذا الامبورغر البنه ما نضمنلكش المرض ما نضمنلك صح هذا مكان كيما اي حاجه في هذه الدنيا لو كان تكثر تولي حاجه مش مليحه سما حاجه اللي ما كاش كاع شكلها وحاجه اللي كاين بزاف ثاني شكلها سما خير الامور اوسطها كيما الماكله الماكله لو كان ما تاكلش كاع شكلها سما تموت لو كان تاكل بزاف ثاني غادي تسمن دونك السؤال تاعي هو شعال كان يوزن اسمن انسان في التاريخ نعرفها هذه المعلومه نعرفها مليح هذه المعلومه قرات شو دقيقه نعطيك القصه تاعها كاع الا بغيت دقيقه خليني تفضل تعطيني القصه تاعها ثاني نعطيك بون نعقل على ديطاي واحد من القصه تاعها هو قيل فرنسي سيد نعقل على ديطاي واحد انه كان كاين واحد الحرب اي طوله هي كل دوكيمون المخزونين ونظن فيه 600 كيلو هذا فاته هذا السيد يوزن 635 كيلو ثم راني غيت هم زعما ماشي قال زعما شو بصح حكيت لي قصه تاع واحد اخر قلت لك زعما 600 كيلو بصح على بالي طب راسك بصحتك تعرف بلي هذا الرقم القياسي عند غينيس اسمن انسان في التاريخ وزن 635 كيلو ولكن عنده زوج تاع ارقام قياسيه واحد اخرين واللي هو السيد اللي نقص كاع بزاف في التاريخ وهذا السيد خوتي كيسموه جون براور مينوخ سيد دار ريجيم نجم يهود 216 كيلو هي 216 كيلو بزاف ولكن نقص ب 419 كيلو تخيلوا خوتي انسان ينقص ب 419 كيلو بزاف وعنده رقم قياسي ثاني واحد اخر واللي هو اكبر فارق بين راجل ومرته من هو كان يوزن 635 كيلو ومرته كانت توزن 50 كيلو ساندويتش بفارق تاع 585 كيلو بيناتهم وهذا ثاني رقم قياسي تلقاه في الكتاب تاع غينيس بارك الله فيك بارك الله فيك كاش كاع مشكل السؤال تاعي زوج سي الميلود الطبق تاع سباغيتي واه بلاصوص الحمريتي والكفتاتي شو ولا الأصل تاعه هذا مكان كيف هذا الأصل تاعه البلاد مين ايه مين بلاد هذا الطبق مين بلاد من الطليان نقول ايه بصح بالك بياش بالك من فرنسا ولا على باليش دروك تعطيني جواب وساي طليان طليان هذا جوابك تالي طيب شو البيزر الاحمر توحشته توحش ندرك لك شويه هكا توحش لا سباغيتي من الطليان بصح الطبق هذا ماشي من الطليان قلت لك الاصل تاع هنا على وقتني انا شا قلت قلت لك اصل الطبق وقلت لك بلاصوص والكفته تاع اللحم هذا الطبق 100% امريكي يرجع التاريخ تاعه ما بين 1880 حتى 1920 ولازم تعرف باللي الكوريات تاع اللحم هذوك ما كانوش تاع بقر كانوا تاع اسماك الاكثريه تاعهم وقليل منهم تاع الديك وكي كانوا كاينين ايطاليين تم هاجروا الامريكا في هذاك الوقت داو داك الطبق وجبدوها للطليان ولاو بلادهم راك تعرف لاسويت الناس كاع حاسبين باللي لا طليان لا هي احنا مصباحا نهضروا ونسقسوا وشغل زعما نجاوبوا وكاع ونضحكوا ولكن دروك بغيت نطرح واحد السؤال ليك شغل زعما غادي بالك يفطمنا شويه وسيرتو في هذا الشهر تاع رمضان على خاطرش يخص بزاف العائلات اللي راهم يبدلوا في المواكل على خاطرش هذا السؤال بغيت نسقسيك في العام في العالم شحال كميه الطعام ولا الماكله اللي تنقاص يعني الوزن الوزن شغل الماكله اللي تنجم تاكلها زعما ماشي خاسره ولا تنقاص في العام في العام في كاع العالم في كاع العالم نقول لك 50000 طن صاي هذا هو زعما تنجم تعاود تحاول زعما راك باغي تعاود تحاول ما كاينش نقول لك بعيده 50000 طن بعيد بعيدك بعيدك بعيد راك في الطن بصح 50000 راك بعيد راني بعيد زعما قليله ولا بزاف باينه باللي قليله 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 راني راني عاون فيك عادك نقول لك 200000 طن حسب المنظمة العالمية للأغذية والزراعة FAO في العام في كاع العالم الناس تخسر ما بين مليار طن حتى مليار ونص طن تاع ماكلة مليار ونص طن تاع ماكلة تنقص في العام والمعنى منها خوتي نقصوا التبذير الماكسيموم نقصوا كاع ماشي نقصوا نتوما ولا لا الانسان خوتي يطيب على حسب شنو غادي ياكل ماشي يطيب بزاف ومن بعد يقيس الماكله وكاين في نفس الوقت بلايص في العالم اللي راهم يموتوا بالجوع سماك شغل ما تفهم والو سي الميلود قبل ما نروحوا للروبريك تاع وريتشو اللي بوها اللي راهم يقارعوا لها السؤال تاعي التالي هو في امريكا كاين لحم من اللحوم ممنوع الاكل تاعه الاكل الحلال لا ممنوع 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 تسمى مشي شوية تعاونيش كاع كيش نعاونك تما تعاونيش راه
يطلب ديرك لحم تسمى حيوان ما حيوان باين هذا كيف كيش نديري جيك ماشي تاع انسان لا 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 حيوان كاين واحد اللحم تاع حيوان ممنوع تاكله خمم خمم في ماريكا شي نتكل تسمى هذه قادر ما تنتكلش انا ما كان اللحم تاع اللحم تفكرت هذاك اللي يقول النحل 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 صح ما هي لغه تخاطب النحل 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 يتخاطب النحل يتخاطب بصورة النحلة اللحم تاع النسر اللحم تاع النسر الله يبارك والله ما شاء الله باسكو هما الحيوان الوطني تاعهم هو النسر قلت بالك لا ما عرفت انا عرفت لي النسر شكون راه ياكل لحم تاع النسر اللحم تاع الكلب مين شخصيك ذاك مين شخصيك انت شو زعما قالوا كانوا مشي دايرينها ممنوع تتبالك واحد ياكل لحم تاع النسر عطيني لحم النسر مشوي ما يصحش زعما ما تصحش ديرها ممنوع باسكو كاس لي صيد نسر ياكله رايح كل دجاجه ديرها فارسي لحم الحصان ممنوع ممنوع لحم الحصان في امريكا يقبوك تبيع لحم السلام عليكم طال في روحك وعلاش هاد الشيء ما تخافش ماشي زعما خافوا على الحيوان ولا ما يهمهمش هما زعما الحصان هما خافوا على الناس باسكو يقول لك باللي المنظمات اللي قاضبين الاحصنه فاسدين علاش فاسدين باسكو اكثريه تاع الاحصنه يخدموا بهم ومن يخدموا بهم يبغوهم ما يعيوش وكاين اللي يدير بهم لاكورس ياكلوهم واحد الصوالح واحد الدواء واحد الامورات اللي كون ياكلها المواطن قادر تهلكه وقادر تكتله هذه كاع على جالها اللي داروا هاد العفسه حرز تبيع لحم الحصان انا ما كان خوتي كما شفتوا رانا طروه طروه وما فهمتش علاه راهم الحلقات والمباريات خشان هاد العام راهم مزيرين راهم مزيرين تقفنا بزاف تما راه كاين الرد نروحوكم الريبليك اللي تبغوها واللي هي وريتشو 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 هيا وريتشو السيقة هذا كما راك تشوف يعني راك تشوف في بيتزا وسؤال يعني بسيط بزاف واللي هو دير هاد البيتزا شحال دير هاد البيتزا هاد البيتزا حاجه الاولى سي ميلود راني نشوف باللي راه معمره كافيار وي وي والكافيار راه كاع الانواع زعما الاحمر الاخضر الكحل ونعرفوا باللي الكافيار غالي 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 بلا فايده اخوتي بلا فايده ماشي كاع بني بما على بالاش اخوتي الكافيار هو البيض تاع الحوت والله الكافيار هذا يبان باللي من الغالي تما هذه شمعتها معناتها هذه قادره تكون اغلى بيتزا في العالم شحال دير بس شحال دير هذا هو السؤال خاطرك كاع بتعطيني بزاف مام اليدين تاع السيد وشاره لابس تبان باللي الدعوه لوكس ماشي شكل لوكس نعطيك بري قادره تكون دير 100000 دولار ما يسقسيك بيتزا دير 100000 دولار زعما سانسيرمون زعما جاوبني نيشان بزاف بري بزاف هذه البيتزا دير 12000 دولار بارك الله وهي اغلى بيتزا في العالم باش نعرفوا خوتي بلي سيفري 12000 دولار ولا غير حنا ولا فلا لي شي في الكبار 12000 دولار شحال راها راه فايت 200 مليون جزائري خيطة تروح تاكل بيتزا تاع 200 مليون تعاود تولي زعما فهمني بزاف هاد البيتزا سموها لوي 13 لويس على لوي 13 13 وتقعد 3 ايام باش توجد وفيها مكونات رفيعه الجوده سما من كل عفسه يجيبوا لك كاع المخيره فيهم فيها الموتزاريلا وفيها ثلاث انواع من الكافيار الله يبارك وفيها ثاني الحوت تاع الهومار الاومار ويوجدوها لك ويجيبوها لك ثلاثة تاع لي شاف يجيبوها لك حتى للدار والشاف اللي خدمها ولا اختار هذه البيتزا سموه ريناتو فيولا سي الميلود وريتشو تاعي الاولى راك تشوف في هذا الشيء هذا اللي قدامك شاو له هذا زعما قادر نقول لك طون دروك بين قادر نقول لك طون وبين طون ماشي كيف كيف انا تبان لي باللي هذا طون فاليدي تو سامبلومون طون باسكو ماشي ما يكسر راسي تفضل 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 زيد دروك زيد دروك عامله كتفنى هذا صلى الله بربي اللحم تاع الفاعي استغفر الله لا حول دي زومي تشو دي زوم ويجي معلبات زعما باش فهم اللحم تاع الفاعي قلبي يطلع خوتي كاين الناس تاكل اللحم تاع الفاعي واه يتباع في امريكان ويشروه الناس وكاع ماشي لا حرام اش نقول لك انا قلت لك امريكان زعما لا تقول لي ماشي لا حرام واه طلعت لي قلبي دروك قادر يكون بنينه على بالناس المهم هذا اللحم تاع الفاعي تفضل عطيني وريتشو تاعك واحد اخرى السيق هذا راك تشوف باللي هذيك شغل موطو تاع دومينوس بيتزا يخدموا البيتزا ويليفروا البيتزا ولكن راهم ملبسينها شغل واحد العفسه بيزار شغل هدروا لها كيما هكا هذا هو السؤال علاش غلفوها هكا باسكو كاين قصه طويله مور هذا راك تشوف فيه تقول لي واش ولا الحيوان ولا جبدها وحدي غزال هذا ماشي غزاله شغل واحد الحيوان نوع من الغزال داير كي الغزال الحيوان هذا سموه الرنه باللغه العربيه ولا لوران ولا ران بالانجلي ثاني انا عندي اقتراحات غادي نقولهم للزوج الا وحده الا وحده فيهم نيشان نعدل لك لهم طريبي اقتراح الاول نقول بالك زعما وحده من البيتزا تاعهم شابه كاع ولا البيتزا الاولى اللي داروها ولا تكون من هذا الحيوان في هذا اللحم تاع الرنه لا والزوجه نقول بالك عندها علاقه زعما باللي الرنه بالخف توصل الموطو لي بريزون تاعهم بالخف
الخوف حبسه كيما لا علاقه. الا تعرف باللي في الجابون باسكو جوابنا هما اللي يديروا هاد الصوالح هو مهابيل كاع في هاد لي كونسيبت. دومينوس بيتزا في الاواخر تاع 2016 بمناسبه لا نويل شغل الكريسماس. الا تعرف باللي الكريسماس شي كاين كاين بابا نويل. بابا نويل عنده هذاك ترينو تاع هذاك اللي تمشى فيه اللي يعيطوا له باللغه العربيه المزلاجه ولا بالانكلي سلاد. شي يجروه يجروه الرنات هاد الحيوان اللي يعيطوا له ليغان ولا الرنات باللغه العربيه. وكشغل بغاو زعما بالحيوان اللي يجر بابا نويل ليفرو الماكله. دونك شا داروا بغاو يليفرو الماكله ولكن في الاولى استعملوا الرنه طعب الصح. جابوا رنه هكا من الغابه وكاع ولاو يليفرو بها الماكله. ولكن حيوان هذاك شغل فريغ بنهم باسكو ما كانش مربي ولا مونتريني ولا سما ما قدوش يتحكموا فيه. فري عذبهم عذبهم باش ولاو يدوا الماكله. واحد يجر من البيتزا طيح شغل تبهدل لك شغل زعما عانوا معاه بزاف. دونك شا داروا حبسوا هذا الكونسيبت ولكن كان فات فيهم زعما لونساوها وهضروا كاع وقالوا زعما بلي هذه غير بيريود تفوت هيا دير لهم موطو ولبسها كي الرنه. دونك هذه هي القصه مو هذيك الموطو تاع الرنه. من تما مازالوش كاع لعبوها زعما هكا كونسيبت وريتو تاع الزوجه سي الميلود هذه البيتزا اللي كتشوف فيها. كتشوف هذه الصوره شائعه بزاف بزاف يعرفوها في العالم هذا. اسكو تعرفها؟ اسكو تعرف تاعش ماركه؟ اسكو عطيني اي حاجه والو الماركه صح عطيني ماركه شكون قادره دير هذه البيتزا. جات في راسي بالك شغل كاش نهار ماكدونالد بغات تسيل بيتزا صح دارت هذه. هذا هو الراي تاعي. هذا هو الراي تاعي بالك راني نقول صحتك لي دو بوين. والله والله كيما كان الحال هذه هي الاجابه تاعها. هذاك باللي ما كاش جا في راسي حتى جاتي ماكدونالدز دارتها سيتها خطره وعاودت بالعد ديريكت لعبتها كاع شي يدها. ماكدونالدز دارتها في الثمانينات وفي الالفينيات في البدايه قردتها قطعاتها قاعد البروفي لساتها كاع باسكو ما تمشاتش هاد البيتزا. بارك الله فيك على المعلومه هذه. وانا عندي ثاني وريتو تاعي التاليه واحد اخرى. هنا جبت لك ربعه خضر وفواكه مختلفه. كان عندك ثلاث فواكه وعندك خضره. والسؤال تاعي الاولى كي جبت لك على الفيتامين سي غادي نعاود نسقسيك عليهم وغادي نقول لك وين الفاكهه ولا الخضره اللي فيها اكثر نسبه تاع فيتامين سي اللي فيها كاع بزاف. انا عندي معلومه في راسي وعندي معلومه اللي شايفها بلي الكيوي فيه بزاف فيتامين سي فيه بزاف بزاف. ولكن هذيك الخضره اللي راهي تحت في القنت هذه فلفله. كاين فلفله خضراء والحمراء والصفراء. انا درت الصفراء. الفلفله راني شاك فيها بلي قادره تكون باسكو ما عنديش عليها معلومه في الكوتي تاع فيتامين سي. في نفس الوقت قادره تكون بياج تما نروح اوما في الحاجه اللي راني سير منها ونقول كيوي. الا تعرف بلي في 100 غرام تاع تشينو فيها 53 ملي غرام تاع فيتامين سي وفي 100 غرام تاع فراز فيها 59 ملي غرام تاع فيتامين سي كثر. وموراها تجي الكيوي واللي فيها 93 ميلي غرام في 100 غرام. ولكن الفلفله الصفراء ماشي الخضراء. الخضراء فريمون طايحه بزاف. الحمراء شويه ولكن الصفراء فيها 183 ميلي غرام تاع فيتامين سي في 100 غرام. انا براي قلت لك راني سير من الكيوي باللي هو الاول. صح الاخرى ما نعرفش عليها ما بغيتش الريسكي. وبارك الله فيك. وانا على انا على درت هذا السؤال شغل مين درته كان في راسي عفصه علاه الانسان شغل في راسه علق الفيتامين سي مع تشينا. ادركم ماشي هي اللي فيها كاع بزاف فيتامين سي. سي الميلو دوريتو تاعي الثالثه على بالي هادي جامي شتها في حياتك هاد العفسه اللي كنت فيها درو. هذا ديسير عطيني السومه تاع هذا الديسير هذا. كيف يكون رخيص؟ ممكن ممكن فياج ممكن جدا. كيف يكون غالي؟ واف شوالا راهم زعما شغل راهم لاعبينها غالي بشوالا ما غيتم. انا نقول يدير 15 دولار 15 دولار هاك سير هاك خالعني اليوم بصح هادي فوق كاع ما كانش معنى. هذا الطبق سموه The Fortress Stilt Fisherman. هذا قاع اسمه كيما سكر طايح في الدروج اندولجنسي. هذا قاع اسمه مخدوم بالرمان والمانجو والشيكولا يدير 14500 دولار في سريلانكا. وباش تكموندي هاد الحيه اللي كتشوف فيها تقول لهم 24 ساعه قبل. تعيط لهم اليوم تقول لهم غدوه هذا القيس نجي نديه ماشي غير هاك يقعدوا معاه يدوا وقتهم. قال له 14 دولار. راح كملت المرحله تاع وريتو بلا ما نطولوا عليكم ثاني. ندخلوا في المرحله التاليه المرحله الرائعه المرحله الجميله المرحله المتقنه المنتظره المنتظره كما قلت سيمي اللي عليها تسمت هاد لاصيد واللي عليها بزاف نقاطي في الحلقات كاع واللي هي ما تامنش عقلك. اعطيني تشو خلعني خلعني ما تامنش عقلك تاعي الوحيده هي وين جاي اكبر مطعم في العالم. اسكو جاي في الصين ولا في سوريا ولا في الهند ولا في الارجنتين؟ وين جاي اكبر مطعم في العالم؟ ارجنتين. خطأ خطأ سوريا نزعق الهند. ايوا صح شو دروك اعطيني ريبوست لا تعطيني شوز تاليا نعطيك ونقول لك سوريا تاليا تاليا
صحتك اللي تراك. كتب ايزيتي بين ارجنتي سوريا بصح على الزهر انا بدي احكي معلومه. في سوريا كان واحد المطعم سموه بوابه دمشق، وهذا المطعم عطاته غينيس جائزه اكبر مطعم في العالم، وينجم يوكل 6000 انسان في وقت واحد. ومن الكتريات اللي كبير بزاف هذا المطعم، حتى في الوسط في الداخل كاين واحد التيره تاع الباتيناج تاع التزلج. ما يتقلش ما يتقلش. سيلمي لو دو متامس عقلك تاعي. السؤال تاعي التالي ممتع حلو شباب. غادي نعطيك اربع اطباق بكري واليوم، غادي نعطيك اربع اطباق ولا ربع مأكولات، واحد فيهم بكري كان تاع فقراء واليوم ولا وقتنا هذا راه تاع اغنياء. اربع اطباق هما شامبينيون ولا الفطري كما يقولوا لها باللغه العربيه، لحم البقر، الكافيار ولا الطونه ولا الطون كما يقولوا الحوت. عاد نجم تعاودهم لي؟ طون، الكافيار، لحم البقر، شامبينيون اللي هو الفطري. انا نقول الكافيار. اكسير نخمم. خمم تما نعطيتك ربعه باش تخمم. انا نجم نعطيك طابق كيما هاك اللي هو الاومار. بارك الله فيك. الاومار بكري كان فري تاع فقراء بزاف، شغل مي كانوا يشوفوا دار حداهم كاين بوبل فيها الاومار يعرفوا بلي هذا الدار فري مو فقراء بزاف. الكافيار. الكافيار صحتك نيشا. بارك الله فيك. الكافيار لازم تعرفوا بلي بكري قبل 100 سنه كانوا يمدوه باطل مع لي ساندويتش. شري ساندويتش يعطوك شويه كافيار هاك ديه ديه معاك ثقالين. ومع الوقت مع الوقت كي بداو الاغنياء ياكلوه ويهتموا به، هذه هي القصه تاع على طلع سومده، ما عندها حتى معنى كاع. هذه هي اكملت الحلقه تاعنا تاع اليوم. خوتي راه كملت، جيسبر تكونوا تعلمتوا تكونوا استمتعتوا سورتو. هذه هي المهم خوتي، جيسبر فوتوا حلقه شابه معنا. دونك نقولوا لهم غير تلاقوا غدوه ان شاء الله في الحلقه تاع الارقام القياسيه. صحه سحوركم، تهلاو في روحكم، هيا من بعد تبقوا على خير خوتي.